اهلا بكم في حلقة الامس واول من امس تحدثنا عن الصيام ولماذا فرض علينا الصيام وكذلك وجوب الامتثال لهذا الامر الالهي ولهذه العباده ولهذا الركن الركين من اركان الاسلام ثم تحدثنا عن بعض الاخطاء الشائعه خاصه ممن يقع في هذه الاخطاء منا جميعا اثناء الصيام اليوم نتحدث عن ما بعد الصيام بعد الصيام مباشره تاتي زكاه الفطر اليوم نتحدث عن ما هي زكاه الفطر المقدار الذي يجب ان تخرج به أو مقدار الإخراج في هذه الزكاة، كذلك من يحق أو من يستحق زكاة الفطر، كل هذه الأمور نتحدث فيها مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم وكل عام وأنتم بخير. وفضلك بألف مولانا فيما يتعلق بزكاة الفطر، أولاً لماذا شرعت أو شرعت زكاة الفطر ولماذا هي فرض علينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه زكاه الفطر كما قال عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اذا فالاجابه لماذا عن سؤال لماذا شرعت شرعت لاغناء الفقراء ادخالا للسعاده عليهم حتى في هذا اليوم لا يسالون الناس العيد فرحة ولذلك تعودنا أن نأتي للأولاد بالملابس الجديدة وأن نحتفل بهذا العيد فنريد أيضا أن نشعر الفقير بالأمن الاجتماعي فأول سبب شرع زكاة الفطر هو إسعاد الفقير هذه واحدة من جانب المخرج هو يخرجها اتماما للصوم القضيه انني اصوم واحاول دائما ان يكون صومي كاملا خاليا عن سوء الكلام الرفث الغيبه نميمه كذا الى اخره كما شاهدنا امس واول امس في التقارير واحد بيقول لك يعني بصوم وكل حاجه بس ساعات يعني تبدر مني بصه كده ولا بصه كده ضيق الصدر النرفزه ضيق الصدر مزموز. كذا يعني الحاجات دي كلها صحيح ده يعني مم. يخلي ثواب الصوم يعني ما هوش كامل مم. طبعا الصوم له جانبين علشان لازم نفهم انه يسقط العقوبه افرض ان انا صمت وعملت كل البلاوي زي ما قلنا مره واثنين وثلاثه لانه الخوارج بيعلموا الناس ايه انه ادام بتعمل حاجة يبقى تسيب الصيام ما حاجة، بيعلمهم كده، لكن احنا بنقول له لا صوم حتى لو عملت بلاوي الدنيا كلها لأن كده هتدرأ عن نفسك العقوبة ولكن تملي نؤمر بالمعروف وننهي عن المنكر زي ما دايما اللي بنقول يبقى صوم وبطل معاصي، صوم وبطل نقص، صوم وبطل فاحشه وكذب وغيبه ونميمه وكذا الى اخره اوعى تقول له ما دمت بتكذب ما تصومش ولا ما تصليش اوعى فده من العقليات المختلفه بين اهل السنه وبين الخوارج الخوارج عايزين يا 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 ابيض يا بلاش يا 100% يا بلاش طول عمر الخوارج كده بيقول لك حتى كمان العمل ده جزء من الإيمان ولذلك لازم علينا إن احنا يعني ما نغلطش أبدًا ولا يغلط يدخل النار ومش هيطلع منها تاني. أهل السنة لأ. أهل السنة بيخاطبوا الإنسان كإنسان لأن سيدنا عمل كده وخاطب الإنسان كإنسان الإسلام لأ الإسلام بيخاطب هؤلاء الناس على إنه كل إبن آدم خطاه خير الخطائين التوابون ولذلك إذا حصل مني نقص والنقص من سمات البشر قوم بكمله بزكاة الفطر قوم ربنا يجي يديني ثواب لرمضان افرض انه في 80% قوم يديني 20% كمان عشان زكاة الفطر لا. يبقى أنا خدت 100% اللي أنا كنت بسعى إليها لا. آدي الحكاية كلها فيبقى زكاة الفطر لها فائدتان الفائده الاولى اسعاد الفقراء والفائده الثانيه تكميل حال وهكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فانما هي طهره للصائم من اللغو والرفث هذه دي نمره وطعمه للمساكين وإذا ليها الحدين طهرة للصائم طهرة للصائم وطعمة للمساكين نعم. شوف الجمال نعم. هو ده سيدنا رسول الله الصوت. صلى الله عليه وسلم عزيزي. مولانا ما ما هي دلالات وجوبية دفع صلاة دفع زكاة الفطر قبل دخول يوم العيد أو حتى قبل صلاة يوم العيد أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال فرض أهو فرض يبقى واجب نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان شوف كلمة من رمضان كأنها جزء لا يتجزأ من منك وفي الحديث الثاني أن الصوم معلق بين السماء والأرض مش راضي يطلع نعم. للسماء حتى تدفع زكاة الفطر واخد بال إزاي فهو بيقول أنه فرضها على الناس صاعا من تمر أو من شعير أو من قمح او الى اخره يبقى فرض دي راح واخدين منها ان زكاه الفطر ايه واجب فرض. طيب معلش ده حديث قال لا هو اجماع الامه كل الامه مجمعه انها فرض طب والاجماع بيعمل ايه يحول الظني الى قطعي الحديث وان كان ظنيا لكنه تقوى بالاجماع فاصبح قطعي ما نقدرش نتكلم فيه حديث بيقول ان النبي كان بيتوضا قبل الصلاة ما يجيليش واحد بقى يقول لي أصل ده حديث أحاد وأنا عايز اتوضأ بعد الصلاة أقول له ما ينفعش يقول لي إيه مش ده أحاديث أحد أقول له أيوة أحاديث أحاد طب يعني متشكك فيه أقول له ما ينفعكش تتشكك فيه إيه اللي يخليه ما ينفعوش الإجماع إجماع العلماء على هذا الأمر على ها. ما فيش حد في الأمة قال إن الوضوء بعد الصلاة ولذلك هذا الإجماع ينقل الظني الى قطعي يصير نعم. الظني الى قطعي ولكن مولانا عفوا يعني في هذه المقاربه في مساله الوضوء والصلاه هناك ايه هناك ايه في كتاب الله تحدد الترتيب فاذا قمتم الى الصلاه اللي الى اخر الايه آه آه محتملة الترتيب. نعم محتملة محت... تحتمل تحتمل إذا قمتم إلى صلاتي فاغسلوا قمتم فعل ماضي م. يبقى أنتم قمتم خلاص إلى الصلاة فا فلتع... للتعقيب نعم <applause> يبقى يبقى تتوضأ بعدها بقى. <applause> افرض واحد مشاكس قال لك كده. نعم. <applause> اعمل له ايه؟ المشاكس ده <applause> على طول اطلع له الاجماع، ولذلك <تصفيق> العلماء <تصفيق> قالوا ان الاجماع ركن ركين من الادله الاربعه المتفق عليها، الكتاب، السنه، الاجماع، القياس. نعم. <applause> نعم. واخد بالك؟ يعني انت واخد بالك انه هنا ده احنا شفنا بلاوي، شفنا اللي بيقول الخمره حالة ليه يا عم؟ قال لأنه ما جاش في القرآن حرمت عليكم الخمر. طيب ما هو تاني بوه اللي موجودة في القرآن دي تعمل إيه؟ قال انا أحطها على جنب. وأريكسون من عمل الشيطان فبالتالي واخد بالك؟ أه يعني ركس أه من عمل أه. الشيطان لكنه على جنبي كده. أه. ما ينفعش الكلام ده. طيب منع الجدال ده بيجي منين؟ من إجماع الأمة. أه. الأمة كلها كلها مجمعة على ان الخمر حرام والخنزير حرام والميته حرام والزنا حرام والربا حرام والكذب حرام وشهاده الزور حرام وشهد وهكذا شفتش واحد من المسلمين بيقول حاجه من دي حلال قابت لما الصين حصل فيها الحكم الشيوعي هم وجدنا المسلمين متمسكين بحاجه واحده بس انهم ما يشربوش خمر ولا خنزير فحافظ هذا شوف سبحان الله على هويتهم الاسلاميه تمسك الواد منهم لا بيعرف يصلي ولا بيعرف يصوم ولا بيعرف حاجه خالص في دين الله بس مسلم بايه بقى؟ بانه فاهم ان الخمر حرام والخنزير حرام فاحنا الحاجات دي يمكن احنا لان طلعنا اولاد مسلمين وفي بلاد اسلاميه عاديه بالنسبه لينا لكن دي حافظت على الاسلام في أمم أخرى لا. لا. نشوف الجماعة اللي في الصين مساكين معزولين عن كل العلم بس اللي علمه له أبوه وأمه إيه؟ إن الخمر حرام والخنزير حرام وهكذا اذا فزكاة الفطر واجبة وهي مندرجة تحت الزكاة الفرد بإجماع الأمم إذن إجماع هو اللي حللي الحكاية لا. طيب مولانا من يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر؟ الشافعي بيقول الراجل اللي هو مسؤول عن النفقة هو اللي يدفع زكاة الفطر فأنا مسؤول عن ثلاث عيال وامه أطلع عن خمسة أنا والست والتلات عيال أطلع عليهم الزكاة ربنا رزقني بمولود قبل المغرب لأن بتجب ولازم أطلعها بعد مغرب اخر يوم في رمضان نعم قبل المغرب قوم ربنا رزقني بمولود م. فلما جه المغرب كان الواد موجود م. يبقى هطلع سته كده م. التلاته اللي قلنا عليهم وزوجتي تم. وانا يبقى خمسه تم. الواد هل علينا نعم. شرفنا اهل وسهلا نعم. نعم. طيب طب ولو جه بعد المغرب معلش الزكاة لم يحضر رمضان ما حضرش الوجوب ده لا ما حضرش الوجوب, ما حضرش لا الوجوب. لا الوجوب. لا لا لا. أنا بقول أبويا وأمي وبتاع مش عارف إيه برضه الشافعية بيقول لك تطلع عنهم عندي معايا وأنا اللي إيه بصرف عليهم مش ضروري يكون عندي في البيت بس أنا اللي بصرف على أبويا وأمي أبويا مات قبل المغرب يبقى خلاص واخد بالك مات قبل المغرب مات قبل المغرب يبقى بعد المغرب ما هوش موجود يبقى خلاص معلش زكاة يعني لو لو شخص توفي قبل صلاة المغرب أيوة لا يكون لا معلش زكاة خلاص معلش زكاة لكنه صام صام معلش بس هو آه. معلش زكاة لأن لسه الوجوب ما جاش لسه الوجوب ما جاش آه. اه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي صلاة العشاء مش علينا آه. هتبقى امتى علينا؟ لو نعم العشاء لما العشاء ياذن مظبوط اه فاحنا دلوقتي قبل اه اه موت انا دلوقتي آه ربنا يدينا كلنا بالضبط العمل بالضبط الصالح بالضبط الاول آه جت العشاء نعم. ما لقيتنيش نعم. يبقى العشاء واجب علي ازاي يعني ما انا ما كنتش موجود نعم يعني هنا الوقت الفارق هو دخول المغرب في نعم. اخر يوم صيام اهو كده المفتاح كده نعم نعم, نعم. فمن ولد فرضت عليه ومن مات عملت عليه طب بالعكس احنا قلنا ان من ولد بعد المغرب يبقى مش مفروض عليه مزبوط. طب مات بعد المغرب يبقى مفروض عليه مفروض لانه صام الشهر لا اه لانه دخل الوقت دخل الوقت اه صام آه. الشهر ما الثاني صام الشهر مظبوط واخد بالك مزبوط. التاني دخل صام الوقت الشهر. دخل وقت الوجوب اللي هو المغرب اللي هو المغرب تمام تمام، هنا يكون على 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 الوارث دين على الوارث آه يقضي لازم يطلع الفطر آه. عن المتوفى طيب انا عندي ابناء ماتت امهم ورثوا منها ملايين ممليانه عيال صغيره دؤدؤ كده ومليونيرات اطلع من من مالهم من الميراس. من الميراث من الميراس. من مالهم, من مالهم. يعني ما هو مش ميراث بقى ده مالهم نعم نعم ده مكتوب باسمائهم مظبوط طيب انا اللي طلعت من عند نفسي طلعت من عند نفسي ما يجرش حاجه نعم. يتقبل برضه نعم. وهكذا. نعم. طيب في المنزل اذا كانت هناك خادمه او خادم يعملون او يقيمون في المنزل نطلع عليهم في ذمتنا برضه نعم. لاني بنفق عليهم نعم الخادم النهون ما هو في نوع من من الخدام خادم بيجي يخدمني ويمشي هو حر ده مستقل باسرته. لكن خادم بيبات عندي اكل نايم شارب متعالج مكسي اه ده واحد من ابنائي ده كده واحد من ابنائي ده من, من 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 الاسره كده. اه ده يطلع عليه على طول. نعم اشكر فضلتك بعد الفاصل ان شاء الله هنتحدث عن من يستحق هذه الزكاه زكاه الفطر ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.